بقى كده السؤال المعتاد. آه. يعني اكتشفت امتى ان انت صوتك حلو او بتحب الغنى؟ طيب هو اكتشفت امتى؟ يعني كأي حد المفروض يبقى عنده الموهبة طبيعي، من وهو صغير بيكتشف نفسه واحدة واحدة، بيكتشف ان هو صوته، خامة صوته كويسة، خامة صوته حلوة. وانا برضو عندي الحمد لله الاهل داعمين كبار قوي يعني في الموضوع ده. فانا اكتشفت الكلام ده من وانا في المدرسة، من وانا في ابتدائي والله، مش بدون مغالغة يعني. فواحدة واحدة كده ابتدينا بقى نشوف حفلات المدرسة، ابتدي اشترك في المسابقات. طب محمد انا والله كنت بشترك في مسابقات المدرسة وانا صغيرة غنى، بس صوتي وحش جدا. حاسة ان كلمة السر بتبقى حفلات المدرسة، بس ما راحتش معايا. ما هو يعني هو فعلا انت بتبتدي تقيس هل الموهبة موجودة عندك ولا لا من حفلات المدرسة. انا كنت الحمد لله باخد مراكز كويسة وشهادات تقدير وبتكرم دايما. انا كنت كورال. انا كنت سولو بقى. ازاي قولي ازاي؟ طيب انا شايف كده صوتي ما كانش بيبان. انا كنت سولو يعني. كنت سولو. فمن هنا بقى ابتديت الموضوع واحده واحده بقى، الموضوع ستيب باي ستيب كده، ابتدينا ناخد خطوه خطوه. حفلات المدرسه واحده واحده، حفلات الجامعه في ثانوي طبعا انا توقفت شويه. ابتديت بقى في الجامعه تاني. انت دارس ايه يا محمد؟ انا دارس، بص انا ليا قصه كده غريبه شويه. يعني انا المفروض لو كنت في موسيقى عربيه كملت كان يبقى معايا شهادتين. انا دارس انفورميشن سيستم، وفي نفس الوقت انا كنت بدرس موسيقى عربيه لانها مش تبع التنسيق. فعاد... اي سيستم؟ انفورميشن سيستم. انفورميشن سيستم. اوكي. ففي موسيقى عربيه انا قعدت حوالي اقل من 3 سنين. ولكن حسيت ان الموضوع لود عليا، هنا مش تبع التنسيق انا بالاختبارات، فنجحت وقدمت في التنسيق هنا فدخلت انفورميشن سيستم. فكنت بدرس في الاثنين جنب بعض، حسيت ان الموضوع لود عليا كبير. فبعد سنتين او اكتر قلت خلاص اسحب ملفي من هنا، اسيب موسيقى عربيه، وبعد ما اخلص لو حبيت ارجع تاني. بس كنت خدت اللي انا عايزه يعني، كنت من دراسه الموسيقى كنت خلاص خدت اللي انا عايزه يعني.